مثل ما وعدتكم مرة من جديد اليوم كارمن انضمت لنا ومثل كل نهار خميس رح نكون بمحطتنا التاية مع الأسئلة يلي سبق وبعدتوا ليها كمان هلأ فورا مع اتصالاتكم وزودياك. عن جديد صباح الخير كارمن. صباحكم بالخير. صباح الخير غادة. اتصالاتكم مباشرة على الهواء مثل كل نهار خميس. حابة بس ذكركم قبل ما أبدأ بالاتصالات أنه كتابي صار موجود بكل المكتبات. كمان حابة ذكركم باليوتيوب الخاص فيني كارمن شماس بتقدروا تسمعوا لي الأبراج الأسبوعية وأيضا الشهرية. وما تنسوا أنه الأبراج هي يومين عفوا مرتين كل يوم كل يوم كل يوم مرتين 7:15 صباحا قبل ما تطلعوا من البيت و10:15 مثل العادة بعالم الصباح. إذا في اتصال بياخذ اتصال أو بلش بإيميلات. إيميل رح حط رانيا 30/10/1986 ورانيا مش عطت لي ساعة الولادة وسؤالها هي بدها تعرف عن العيلة بدها تعرف عن الشغل أيضا. خلونا نشوف رانيا شو 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 اخبارها شو القصص اللي عندها. بالنسبه لك رانيا ما عندي ساعه ولادي لكن واضح جدا انه عندك مجموعه كواكب كلها 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 حد بعضها. هيدا سيف ذو حدين. بس لتعرفي انت من الاشخاص وطبعا انت رح تاكدي لنا انت من الاشخاص اللي بس لما تجي الاشياء الحلوه الموجه الحلوه بدها تمرق على كل هالكواكب وكل ما دقت باول كوكب في حدث ثاني ثالث اربع خمسه سته سبعه تقريبا كلهم ورا بعضهم. احيانا بتكون بظرف شهر احيانا بتكون ظرف سنه او سنتين. بالنسبه لك في موجه كثير حلوه واصله لعندك لانه اول الكواكب يلي رح بتطالع الموجه هي العلاقه بالمشتري يلي رح يحمل لها موجه 2 و3. يعني تقريبا في عندك انت سنتين ونص تقريبا ورا بعضهم رح بيكونوا كثير ايجابيين رح بيكونوا كثير حلوين بالنسبه لك. رح تتغير حياتك بهالسنتين ونص بطريقه كتير حلوة وكتير مميزة. رانيا إذا ورقتها كتير كتير حلوة. ناخد مشاهدة ومستمعة صديقة لنا ميراي تفضلي. بونجور كارمن. كيفك ميراي من ألمانيا تفضلي. ماشي الحال كتر خير الله. تفضلي كيف أولادك طمنيني عنهم. كتر خير الله كلهم منيح كتر خير الله. تعطيني تاريخ. أوكي أنا خلقانة ب 8/74 8/4/70 1970. أي ساعة ما نعرف؟ 10:30 قبل الظهر. عفوا 10:30 قبل الظهر. أوكي بلبنان. إيه بلبنان. سؤالك أول مرة تسألي عن حالك. إيه إيه بحقلي. طيب بحقلك أكيد تفضلي. أوكي هلأ أنا أخذت شافت أرض كنت بشهر أكتوبر بلبنان أخذت شافت أرض بلبنان وحابة عمير بقى بدي أعرف وإذا في نقلة بيت كمان هون بألمانيا وشوفوا أوضاع المستقبلية إذا يعني أمتى تقريبا بدي أبلش بالعمر أو في نقلة بيت هون بألمانيا وعن الصحة إذا بتعمل معروف. أوكي دي صار لك أخذ شافة الأرض؟ ماشي كنت بلبنان بشهر أكتوبر شهر 10. أوكي تريبيا. أوكي كثير منيح. وحابة أعرف إذا في نقلة بيت كمان هون ببرلين إذا كان في مجال. إذا في شيء. أوكي ماشي الحال. أوكي. شكرا شكرا ميراي بتقدري تتابعينا. ميراي بالنسبة لها شهر أكتوبر كان شهر كتير مميز. كل 12 سنة بالنسبة لكل شخص كل 12 سنة بيبرم المشتري برمة كاملة. بالنسبة لك بشهر أكتوبر المشتري رجع لنفس النقطة وقت اللي أنت خلقتي فيها. المشتري عندك بالدرجة 2 سكوربيو بأكتوبر المشتري اللي كل سنة بيبرم 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 بأكتوبر رجع لهالنقطة. هيدا فعل حلو يعني هيدي نقطة كتير حلوة. هيدي بتحمل نقلة نوعية إيجابية مثل الإنسان في حفلة عنده بيتخرج أو شيء. بالنسبة لي كانت بادرة خير. هلأ فيك تبلشي لأنه الانطلاقة كانت ممتازة. أنا واضح يبدو وكأنه الأمور عندك بعد ما انتهت يعني بعد في كادويات تانية بعد في تطورات كتير مهمة خلال هالسنة ورح بتشوفي أنه كل سنة 2018 كلها على بعضها رح بيكون في اتصالات واتفاقات عم ترتبطي مع الناس يمكن عم ترتبطي مع أشخاص حتى يبلشوا يزبطولك يبلشوا يمهدولك. في ارتباطات كتير حلوة في انفراجات بالعلاقات مع الناس بشكل كتير كبير وواضح أنه تقريبا على عيد الميلاد سنة الجاي بال 2018
يبدو وكأنه انت مش موجودة هونيكي بمطرحك، يا اما موجودة ببيت تاني يا اما جاي على لبنان. في نقلة، في تغيير، ولكن رح بيكون تقريبا بسنة الجاي بديسمبر. فما بعرف اذا ناطره شيء ثاني اسرع. في ارتباطات، عم بقول لك في ارتباطات. شو معنى الارتباط؟ يمكن تمضي كونترا او تشتري شيء. كل 2018 فيها نقله بيت، وواضحه جدا انه في تغيير بيت، وماكسيموم بيكون فصل الربيع، هيدا اذا ما تاجلت لاخر السنه. عندك تغييرات كثير حلوه وكثير ايجابيه. ناخذ اتصال من جومانا. الو بونجور. يا اهلا، يعطيك العافيه. تفضلي جومانا. تاريخ؟ نعم، انا مواليد 89. 1989 شهر واحد. ايه ايمتى؟ 15 شهر. ب 15، خليني اعيد، 15/1/89. نعم. اي ساعة؟ يعني ما بعرف بالضبط، بس العصر، ما بعرف اي ساعة بالضبط. ايمتى؟ العصر. العصر. نعم. طب خليني احط ليكي، خليني احط يعني. نعم، بدي اعرف عن سنة 2018 شو عملت لي، عن حياتي. انت شو بتعملي بالحياة؟ بتشتغلي مزوجة؟ ايه بشتغل مزوجة، عندي اولاد اكيد. اوكي، الله يخلي لك اياهم. شكرا لاتصالك. شكرا لك. اوكي، بالنسبة لك حسب ما بين عندي جمانة، في اشياء مثل هالوقت سنة الجاي في تغيير كبير معقولة تعيشيه. في لحظات يمكن تحسي انه فيها تغييرات كثير كبيره، في تغييرات مهمه رح تحسي انها واصلت لك، وتقريبا اخر ثلاث اشهر بسنه 2018 هن الاشهر يلي بيعذبوك شوي وبدك تبلشي تحضري حالك لالهم. شو معناتها؟ يمكن يكون في مسؤوليه جديده، يمكن يكون في بيبي جديد، يمكن يكون في تغييرات عندك، تنقلي مكان لاخر، لكن هالمسؤوليات متعبه رح بتتعبك. بالنسبه لالك حتى بشغلك كمان بدك تنتبهي، لحتى شغلك ما تاثري فيه، بدك كل هالامور بدك تمهدي لها بشكل توصلي لاخر ثلاث اشهر بالسنه تكوني انت مرتاحة على وضعك. الحلو بقلك انه في عندك بالنسبة لألك رح بيكون في عندك مفاجأة، ومثل ما بنقول في عندك رزقة كتير حلوة رح تبلش تروح وتجي خلال النص الأول من 2018، وبتخديها بتحطيها بتصير بالجيبة معك بشهر آب بسنة 2018. في أخبار سارة بانتظارك، سنة بعتبرها سنة جيدة، بتبلش بصورة جيدة جيدة، لكن آخرها رح بيكون شوي متعب. ناخد اتصال جديد. غادة تفضلي، بغداد. صباح الخير مدام. يا أهلا وسهلا. الله يخليك. 11/10/65. 11/10/65. 65، أي ساعة يا غادة؟ بين 3-3:30 بعد الظهر بغداد. 3:30 بعد الظهر؟ ظهرا، اي بغداد. نعم، شو السؤال؟ الوضع المادي مدام، فجأة الوضع تعثر بشدة، المفروض أنا بانتظار مبالغ طيبة توقفت توقف كامل، هذا الموضوع شو وقت ينتهي؟ يعني أصبح كلش مقلق بالنسبة لي. ناطرة تغييرات مادية؟ المفروض اكو انكم كبير، يعني مو بسيط، توقف تقريبا مثل اللي انحصر، يعني مثل انحصر تعثر بشده، فهذا الوضع المتعثر ماديا شو وقت راح ينتهي؟ اوكي، في اشياء بالنسبه لك. نعم تفضلي. في اشياء يلي عم تتعثر عندك. وين كنت عم بشتغلها انا هلا بالنسبه لك؟ خليني اشوف شو اللي عم بيعذبك. في عندي القمر، مش عاجبني حاليا تحت تاثيرات كوكب اورانيوس. اورانيوس هو اللي ما بيخلي شيء يثبت عندك، يعني كانت حياتك المنزليه، حياتك العائليه، حياتك الشخصيه، اورانيوس هو اللي بيوقت لنوعيه وقت منها هالقد مرتاحه بالنسبه لك. دائما في مفاجات بالنسبة لإلك منك متوقعتيها، يلي مثلا أنت بتكوني ناطرة إنه يوصل لك مال، عفوا، أو يمكن ما يوصلوا. هيدي القصة هي اللي مخربط لك كل الموضوع، ما عم بتخليكي ترتاحي. كمان كان في عندي مسألة بالنسبة لإلك يلي هي نبتون. نبتون وزحل
ما عم بيخلي عندك استقرار على الإطلاق، مش لأنه نبتون، لأنه نبتون هو كمان يشير إلى نوعية وقت مخيب للأمل، وما غريب يكون هالأمور التوقيت اللي أنت عم بتعيشيه شوي مخيب للأمال اللي أنت هلأ عم تعيشيها. بس أنا بقلك أنه أنت تقريبا أطلعتي من هالأمور، صرتي بفترة زمنية ألطف معك، ألطف معك، رح تدخلي بمرحلة بصير فيها استقرار، لكن بالنسبة لي واضح، واضح جدا أنه أنت يمكن ما تبقي مطرح ما أنت، واضح أنه في احتمال أنه تنطرح قدامك فرصة أو توصل لك فرصة لسفر بعيد، لتنقلي مكان إلى آخر بعيد، لتغيري، يصير في عندك ريلوكيشن، ولحتى أمورك تثبت. هذه الأمور رح بتكون بالصيفية بين شهر 8 وشهر 9، وبقول لك انه بمثل هالوقت السنه المقبله بال 2018 واضح انه رح بيكون في عندك ربح مادي، رح بيكون في عندك فرح، رح بيكون في عندك استقرار، يعني الامور اللي شايفتها منا صعبه، في امور رح توصل لك، في امور رح توصل لك، منا الامور منا صعبه ومنا مستحيله على الاطلاق. بناخذ امال. الو بونجور. يا اهلا، تفضلي امال. كيفك؟ تفضلي يا اهلا حبيبتي. 7/6/64. 7/6/64. بين 8 و8 وربع الصبح. 8 و8 وربع صباحا. بس اول شيء بدي اعرف اذا بتريدي درجه الطالع عندي، وثاني شيء الى شهرين الاوضاع الماديه واقفه على الاخر ناشفه، اي ما بتحلحل بليز. هيدي لمين هيدي التاريخ؟ لالي. ايه بتشتغلي؟ ايه بالبيت. بدك تعرفي الطالع، انت طالعك اوائل درجات برج الاسد. ايه عارفه هيك. نعم عارفه انه طالع الاسد، بس اي درجه ممكن تابع انا باستمرار، يعني اي مواليد من دائره لدائره. ايه اوكي، بالنسبه للطالع. ايه لان انت بتعرفي اي، انت اي درجه ببرجك؟ بعرف انه بالدائرة الثانية. ايه بمنتص. يس، بدرجة 16 بنص الدرجة، بنص العشرية الثانية. صح. وبالنسبة لطالعك مفروض انت العشرية الاولى من برج الاسد. وتحديدا اذا بدك تتابعي فيك تتابعي مواليد 27 او 28 تموز. اوكي. اوكي، يعني انت اذا بتفتحي عندي بكتابي وبتقري عن مواليد 26 27 28 تموز، انت بتكوني معنيه بالامر، خاصه اذا كوكب المريخ، خاصه اذا كوكب فينوس بالنسبه لك بيعنوا لك كثير، لانه هن الكواكب السريعه جدا والقمر كمان. بدي اعرف ماديات كمان اذا بتريدي. نعم. مشان الشغل. مشان الشغل ومشان المواعيد اللي بدك تاخديهم. لا أي... لانه انا بشتغل بالبيت يعني، بس واقفه على الاخر الامور. من ناحيه زوجك يعني؟ لا لا، انا عزبه، انا ماني مزوجه. نعم؟ انا عزبه ماني مزوجه. اوكي، خليني بس لحق اعطيكي شيء خبر قبل ان خلص الوقت عندي. بالنسبه لك انت اللي انا بشوفه انه الامور اللي تعثرت عندك اللي ضايقت هي لانك انت متابعه كان في عندك معاكسه صعبه ثلاث سنين من كوكب، سنتين من كوكب زحل. هيدي هي، بما انه زحل كان عم بيواجه شمسك انتهت المعاكسات، انت انتهت هيدي المواضيع، صرتي افضل، صرتي مرتاحه اكثر، وفي حتى احتمال لانه عندك مجموعه كواكب ب برج الثور، في احتمال انه انت يكون في عندك ترتيبات جديده، في تقدم جديد في مجالات لحتى يصير في عندك انفراجات اكثر. انا بعتبر هيدي السنه رح بتكون كثير حلوه، خاصه انه طالع كمان الاسد والمشتري موجود بعقر دارك، بتوقع لك كثير اخبار حلوه وفي احتفالات وافراح كثير كثير كبيره. شكرا لاتصالك، كنت انت اخر اتصال معنا لليوم، بدي اتمنى لكم نهار كثير حلو دائما برفقه عالم الصباح، وعوده لك غاده. مرسي كارمن، نحن كمان بدنا نتمنى لك بقية نهار كتير حلو، بكرة نرجع نلتقى فيك مع بداية عالم الصباح. أنا ما هلأ رح ناخد بريك ونرجع نتابع، خليكم معنا.